مباراة النصر والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين. لكي تشاهد المباراة ما عليك فقط إلا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب المصلى في هذه المباراة ملعب مرسول بارك بالرياض، أما توقيت المباراة سوف يكون في تمام الساعة 3:50 بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 4:50 بتوقيت القاهرة، الساعة 5:50 بكل من توقيت السعودية وقطر. أما بالنسبة للقنوات النقل لهذه المباراة، قناة SS Sport HD1 الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق محمد الخامسي. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا من فضلكم لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.